النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1996 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 24 من ديسمبر 2023 وتنتهي في 23 من يونيو 2024. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.31%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 162%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. نجحت شركة ممتلكات في الحصول على موافقة كافة المساهمين في مجموعة ماكلارين لتحويل حصصهم لإعادة هيكلة الشركة. وأكدت المجموعة بأن عملية إعادة الهيكلة هذه من شأنها المساهمة في تبسيط رأس المال وتنظيم حوكمة المجموعة، الأمر الذي سيعزز من فرص شركائها المستقبلية أو تمكينها من المواصلة في إنتاج السيارات الرياضية الرائدة والمبتكرة والتي تمنح عملائها تجربة فاخرة وفريدة، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع قائدة عملائها. من جانبه قال الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات المساهم الرئيسي في مجموعة ماكلارين: إن هذا الإعلان هو بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها ضمن الخطة الشاملة وطويلة المدى مع الشركاء لتقديم هيكل حوكمة مثالي ومناسب لدعم جهود الشركة في مواصلة تصميم وإنتاج السيارات الفائقة السرعة والأكثر ابتكاراً وتميزاً على المستوى العالمي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.